بعتت رسالة، بعتت رسالة تقول لي فيها أنا معجبة من معجبين، وكمنها كده مش جريئة، خافت تقول أنا أبقى مين. طب أنت مين؟ أو عايزة مين؟ ما تقولي أنت تبقى مين. بعتت رسالة ومن خطها وحتى في طريقة رسمها كده في الرسالة فهمتها وعرفتها وعرفت هي تبقى مين. بعتت رسالة قالت خلاص أنا راح أقول لك أبقى مين، لا أنا معجبة ولا مغرمة، ده أنا كيلو بطرة المعجبة كده بك من سنين، أنا كيلو بطرة المغرمة بجري في دمك من سنين. أنا قلت أهلا بالحبايب، أنا قلت أهلا بالحبايب اللي معايا من سنين، بنحبهم ونودهم حب وحنين. طب تسمحيلي إن أوصفك وأذكر صفاتك وانصفك وسط البشر والسامعين؟ قالت وماله شيء جميل، وأنا منك استأذنت تاني لأجل إن أقول كل المعاني اللي بيها الصورة توضح وكل شيء كده راح يبين. قالت أمين، أنا قلت يبقى خلاص بعدين، ياللي غرامك زاد على الخط، واللي بيغرق يبقى بنفسه عدى الخط. ملفوفة لف وعودك سار ورمشك جارح، واللي يفكر فيك في يوم يصبح سارح، واللي يمسي معاك وبيكي على أصحابه تاني يوم يصبح قافل بابه في وش أحبابه. كنت بشوف الناس يبوسوك قلت ومال ما انت حبيب، وكنت بشوف الناس يرموك قلت ومال ما انت حبيب، وزي ما كان الناس يبوسوك بوست انا فيك وقلت حبيب. تحرق دم تحرق دم وقلت حبيب، ياللي غرامك بحر وشط، ولما اشوفك بين ايد غيري وما تحركش ما بقاش راجل، بس انا راجل اغلي وافور والف وادور وارجع تاني وافكر فيك واعيش مسطور. كنت زمان فعلا بهواك، كنت بحبك، كنت بحبك واتمناك، كانت تجرى علي ساعات ويا ساعات واستناك، بس خلاص بس خلاص انا هبعد عنك، هبعد عنك كده وانساك، وما تفكريش ان انا لسه بهواك ولا حتى دايب فيك واتمنى لقياك. دلوقت انا كرهتك وكرهت ايامك وكرهت لقياك، وكرهت ايامك وكرهت رؤياك. انا سبت كل الدنيا وكسرت اقلام وقطعت ورقاتي لاجل ان انساك، وكرهت انا حبك ونسيت لياليك، وده مستحيل اني ارجع تاني ليك، وده مستحيل اني ارجع تاني ليك. كرهت الحب وكرهتك ومش طايق كده سرتك، ولاش قابل كمان ريحتك، وبحمد ربنا اني قدرت في يوم كده وسبتك، وبحمد ربنا اني قدرت في يوم كده وسبتك. ايوه تعبت شويه الاول لكن سبتك، ايوه تعبت شويه الاول لكن سبتك. تحرق دمي وتخنق نفسي واشرب فيك واموت نفسي، انا مش تافه ولا مجنون ولا كده مخي مش موزون، هي اراده وبس عزيمه تبعد عنها، تبعد عنها ده عاده قديمه. تقدر تمسك بيدك نار؟ طبعا لا. طب كيف تشرب وسط شفايفك سم ونار؟ تبقى حمار. ولا كيلوباترا ولا مربور ولا حتى معسل سلول، واحد يشرب بعد ما يصحى واحد يشرب قبل النوم، يبقى اكيد ده كده مجنون. التدخين بيدمر صحة يسبب كحة، ممكن ربو كمان سرطان، رد عليا ليه بتدخن؟ انت اكيد كده مش فهمان، ولو كده فاهم يبقى انت كده مش انسان، يبقى انت كده مش انسان. بس انا اسف، بس انا اسف ما تعودتش اعد حدود، لكن هعمل ايه محتار، وعقلي
عقلي ده طار. والتدخين يا اخوانا مرار، وكمان والله نهايته مرار. ونرجع تاني ونقول ليها يلي غرامك زاد على الخط، لكن هنقول ليها يلي مرارك زاد على الخط، بحر مرارك ملهوش شط. انا راح ابيعك، ولما هبيعك مش راح ابيعك علبة وفرت، مش راح ابيعك علبة وفرت. انا راح ابيعك كده بالمرة وابعد عنك طول الخط. ده التدخين يا اخوانا ده نار، واللي هيشرب يبقى حمار. التدخين ده نهايته ده نار، واللي هيشرب يبقى حمار. وعشان تبقى كده بني آدم لازم تبعد عند النار، لازم تبعد عند النار. السلام عليكم.